وصلنا للسؤال انه هل هذا الدواء مؤثر في انتاج البرايمري اوتكم، النتيجه المطلوبه اللي صممنا الدراسه عليها. نحن عم نحكي عن دراسات الار سي تي، عم نتكلم عن الجانب الاحصائي. هلا لو انه جبنا مجموعتين مرضى، مجموعتين احتشاء عضلي قلبيه، وقررنا ندرس تاثير الاسبرين بتقليل نسبه الوفيات عند هدول المرضى بعد الاحتشاء، فبناخذ 100 مريض معه احتشاء عضلي قلبيه، 100 مريض ثاني معه احتشاء عضلي قلبيه، ال100 الاولى بنعرضهم للاسبرين، بنعطيهم اسبرين، بنراقبهم على مده 5 سنوات، والمجموعه الثانيه بنراقبهم على 5 سنوات بدون ما نعطيهم اي شيء. بعد 5 سنوات بنقارن الوفيات بالمجموعه الاولى مع المجموعه الثانيه. بالمجموعه الاولى على مجموعه الاسبرين، على فرض انه نسبه الوفيات كانت 20%، 20 من مريض من اصل 100 يعني 20%، مجموعه اللي ما اخذوا اسبرين نسبه الوفيات كمان عندهم كان 20 من اصل 100 20%، فالنسبتين نفس النسبه، وبالتالي الاسبرين فينا نقول بانه الاسبرين ما له تاثير على الوفيات. لو انه نسبة الوفيات كانت بمجموعة الاسبرين اقل، 10 مرضى من اصل 100 يعني 10% ماتوا، مقابل المجموعة اللي ما اخذوا اسبرين 20 مريض من اصل 100 ماتوا، وبالتالي بنقول انه نسبة الوفيات بمجموعة الاسبرين 10% مقارنة ب 20% بالمجموعة الثانية، وبالتالي الاسبرين يقلل من الوفيات. الاحتمال الثالث انه نسبة الوفيات كانت اعلى بمجموعة الاسبرين، 30 مريض توفوا من اصل 100 يعني 30% مقابل 20% مجموعة الشاهد، وبالتالي بنقدر نقول انه الاسبرين ترافق او تسبب هون، لانه احنا عم نحكي عن انترفينشن مع زيادة الوفيات. جماعة الاحصاء ما بيحبوا يحكوا كتير، بيحبوا يختصروا هذا الكلام برقم واحد، انه يعملوا رقم واحد ومن خلال هذا الرقم نقدر نفهم شو صاير. ببساطة بيعملوا الريسك، الريلاتيف ريسك. الريلاتيف ريسك هي نسبة البروبابيليتي انه يحدث الاوتكم تحدث بمجموعة الانترفينشن على البروبابيليتي اللي هي الاحتمال بمجموعة الشاهد. بمعنى اخر بالاحتمال الاول لما قلنا نسبة الوفيات كانت 20 ب 20، فالبروبابيليتي بالمجموعة الاولى كانت 20 يعني 0.2 على المجموعة الثانية كمان 20% كمان 0.2، وبالتالي 0.2 على 0.2 بيطلع 1. فلما بنسمع الرقم 1 الريلاتيف ريسك انه 1، بمعنى هذا الكلام انه الانترفينشن ما له علاقة مع الاوتكم، ما بيأثر على الاوتكم لا سلبا ولا ايجابا. لما الاحتمال الثاني كانت نسبة الوفيات في مجموعة الأسبرين 10% ونسبة الوفيات يعني 0.1، ونسبة الوفيات مجموعة الكنترول كانت 20% يعني 0.2، بنقسمهم على بعضهم 0.1 تقسيم 0.2 بيطلع معانا 0.5. فالريلاتيف ريسك هون 0.5 اقل من الواحد، بمعنى اخر انه الانترفينشن اللي هو الاسبرين بهالحاله يقلل من حدوث الاوتكم اللي هي الوفيات عندنا بهالحاله. الاحتمال الثالث انه الاسبرين كانت وفياته 30% ومجموعه الشاهد كانت 20%، بنقسم 0.3 على 0.2 فبيطلع معنا 1.5، فهي اكبر من واحد. بمعنى اخر انه الانترفينشن هون بمجموعه اللي هو الاسبرين بهالحاله يزيد من حدوث الاوتكم مقارنه بمجموعه الكنترول. فالريلاتيف ريسك اذا كان واحد معناتها ما في اي علاقه، اذا كان اقل من واحد معناتها الانترفينشن يقلل من حدوث الاوتكم، اذا كان اكثر من واحد معناتها الانترفينشن يزيد من حدوث الاوتكم. هذا هو باختصار كيف نقرا الريلاتيف ريسك، الخطوره النسبيه. السلام عليكم.